مرحبا يا شباب، طبعا مبروك عليكم عملة أركم، ما شاء الله اليوم جانا مبلغ حلو، وانتو كذلك الناس اللي تسجلت معي. طبعا راح يكون airdrop number 2 المتوقع متى الله أعلم. دايما ادخلوا التليجرام الخاصة بي عشان تقدرون يعني تاخدون airdropات قوية. فأنا سويت giveaway ب$500، كان تصويتكم هنا على التليجرام ان اي واحد يعني حطينا تصويت، قلت لكم توزيع $50 على 10 أشخاص، فالكل قال على 39 توزيع على 10 أشخاص، فهذا تصويتكم. والآن راح نروح على بيكر، فأنسب موقع حصلته هو تويتر بيكر، لأنه الآخر كان يعني لازم في ليميت خطط لازم أشتري بفلوس، يعني مش أكثر من 500 ريك. المهم راح نروح نجيب تويتر خاصة بنا، اوكي هذه هي، نروح نحطها في تويتر هنا، وبعدين لودين تويتر بهذا الشكل، ننتظر. اوكي اريد طبعا وينر كاونت، اريد مثلا احنا قلنا 10، وهنا لازم تكون متابعين طبعا، وهنا لازم يكون عندك بروفايل ديسكريبشن وبان ولوكيشن عشان ما يكون عندك عدد حسابات. طبعا تكون انت مسوي تقريبا اني، المهم اخليها اني، ممكن يعني تسوي تويتيات عديد، ويكون عندك اكاونت ايج 1 مانت، ولاست ريتويتاية او تويتيات على الحساب باست داي او باست ويك، خليها باست داي لان الكل نشتغل على الاردروبات. تمام، وبعدها نيكست كونتينيو وخلاص. هاي يعني اليوزر، يعني ستيب انتر يوزر، هاي كلهم اللي داخلين 499 انتر داخلين معاي. اوكي نعطي كونتينيو ونشوف. بسم الله راح يختارنا 10 ان شاء الله، 10 وينر دراو. اوكي فتمام، معنا اول ستاتيو اكسب دخل معنا واحد، راح نشوف تحت شو ما اعطيني. خلاص اعطوني 10 هنا. اول فائز عندنا هذا هو، ثاني فائز هذا هو. يعني الشروط اللي انا حطاها لوكيشن، يعني ما يكون عندك تعدد حسابات. شايفين كيف يطلعون لوكيشن حق الاي بيات حق تويتر اذا عندك تعدد حسابات. معنا ثالث واحد هذا هو، ياكي ياك، 1 2 اوكي 3، رابع واحد هذا مبروك، خامس واحد مبروك، يلا سادس واحد مبروك، سابع واحد مبروك. اوكي فهنا اختار لي فقط 7 أشخاص، اوكي اللي مسوين هاي الشروط، 1 2 3 4 5 6 7، سوي لهم سكرين شوت وبعدها نروح نختار الباقي ان شاء الله. فسكرين شوت الان، تمام وننتظر. ونعيد الكرة مرة أخرى، نروح نجيب هنا، نحط هنا وينر 3 فقط، ويكون تابعني طبعا، ونعطي كالعادة continue نفس يعني مخطط continue، ننتظر لحظات لودين هذه load a tweet، استحملونا فقط يا إخوان. وبعدها continue كالعادة، وعندنا هنا 503 enter، وبعدها continue ننتظر لحظات draw. تمام reject 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 joker 1 كده reject، يعني كل هذه حسابات وهمية. حمادة محمد أحمد عاشور، يعني 3، ف
فراح اسوي شو ريجكت، يعني شو نخفي الريجكت ونشوف جوكر حمادة أحمد هل ما في يعني تعدد أو لا. فتمام ما في تعدد، هذه هي الصورة الأولانية ما في تعدد الأسماء. نسوي لقطة شاشة وخلاص، مبروك على الناس اللي كسبت معاي اليوم. راح أرفع الفيديو هذا عشان فقط للإثبات والمصداقية وخلاص. التوزيع راح يكون من تويتر، راح تكلمني من تويتر على الخاص عندي وباينانس، أو كلمني على التليجرام، ولكن ارسل لي إنه فعلا أنت صاحب الحساب حق تويتر. وبهذا الشكل خلصنا شرحنا اليوم. مع السلامة ومبروك عليكم.